إذن تقرر تمديد فترة الأحكام الانتقالية للقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة إلى نهاية عام 2025، وذلك بما يسمح بإنصاف الفئات التي لم تستفد بعد من الترقية من ذلك وفق ما أقرته الحكومة. كذلك أيضا تم إصدار تعليمة وزارية مشتركة، وذلك من أجل تجسيد التدابير المتعلقة بتطبيق هذا الأمر بكل المؤسسات والإدارات العمومية بشكل موحد ومتجانس. للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، طبعا نربط الاتصال الآن عبر الهاتف بالأستاذ العياشي بن الميلي المكلف بالتكوين في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. مساء الخير أستاذ، أهلا بك. مساء النور، بارك الله، شكرا على الاستضافة. أستاذ العياشي بن الميلي. نعم، من معك؟ أهلا بك أستاذ. طيب بداية دعني أسألك عن أهمية تمديد فترة الترقية إلى 2025، تفضل. بارك الله فيك، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. يعني في حقيقة الأمر يعني هذه يعني هذا المرسوم التنفيذي هذا اللي جاء صدر في 12 ديسمبر 2023، والذي يحمل رقم 23459، هو الذي سمح بتمديد العمل بالمواد 49 و50 منه التي تعد المرسوم الخاص بالأسلاك المشتركة. يعني هذا المرسوم جاء كذلك كما قلت للسماح للموظفين الذين لم تسمح لهم الفرصة للترقية في سنة 23 و24، لأن كاين هناك العديد من الموظفين الذين لهم يعني أربع سنوات ونصف من الخبرة المهنية، وبالتالي لا تتوفر فيه الشروط. إذا تمديد الفترة هذه إلى غاية سنة 2025 سيسمح لهؤلاء الموظفين بالحصول على ترقية لأنهم. طيب شي بن ميلي المكلف بالتكوين في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة، أهلا بك من جديد أستاذ، وشكرا لك لانتظارك معنا، أهلا بك. شكرا، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. شكرا لك مجددا، ونعتذر منك طبعا، كما تعلم الأولوية لي الحدث الرياضي الوطني. طيب أستاذ العياشي، كنت قد سألتك منذ قليل عن أهمية تمديد الترقية بالنسبة للموظفين الذين لم يستفيدوا منها إلى غاية 2025، تفضل رجاء نكمل الفكرة. نعم، بارك الله فيكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا يعني كنقابة نسمي يعني اي امر يكون في صالح العمال، وهذا يعني داخل في اطار اجراءات يعني التي اعدتهم الحكومة فيما يخص تحسين القدرة الشرائية بالنسبة للموظف الجزائري بصفة عامة. اذا ان المرسوم هذا التنفيذي اللي صدر في سنة 2023 ويحمل رقم 23459، صدر في 12 ديسمبر ويمدد العمل بحكم المواد 49 و50، وبالتالي مددها الترقية إلى سنة 2025. كما هو معلوم أن في ما قبل هذا تم تحديد يعني العمال المعنيين بالترقية إلى 31 ديسمبر 2022، وبالتالي هناك العديد من العمال الذين كانوا لهم يعني من الخبرة المهنية 4 سنين أو 4 سنوات ونصف أو أكثر، ولكن ما وصلوش 5 سنوات، وبالتالي لا يمكنهم الترقية. هذا التعليم أو هذا المرسوم الجديد سيسمح بترقية الموظفين الذين لهم من الخبرة المهنية كما قلت أكثر من 4 سنوات للترقية سنة 2025. وهذا الإجراء يعني هو بالنسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في الوظيفة العمومية التي كان فيها يعني الترقية مجمدة. الحمد لله اليوم تعليمة جديدة وقوانين جديدة سمحت بالرجوع إلى الترقية في الإدارة والمؤسسات العمومية التي كانت مجمدة بسبب كما هو معلوم بظروف اقتصادية وقانونية أخرى. واليوم الحمد لله الموظفين يعني الذين سيستفيدون من ترقية سنة 23 هم 40%، و40% كذلك سوف تكون في سنة 24، وسنة 2025 كذلك سوف تكون بنسبة 20%.
التعليمه الجديده التي صدرت يعني مؤخرا وكانت يعني توضح كيفيات هي نعتبرها كورق طريق لكيفيات ترقيه العمال اللي هما في وضعيات معينه بالنسبه للعمال اللي هما منتدبين او الاحاله الاستيداع او في الخدمه الوطنيه او في عطله مرضيه. وبالتالي هذه التعليمه وضحت واعطت يعني بالتفصيل كيفيه ترقيه هؤلاء حتى لا يتم يعني نسيانهم او لا يتم يعني اغفال عدد كبير منهم. هذه التعليمه جاءت كذلك بشروط معينه لا سيما فيما يخص المؤسسات كذلك والادارات العموميه اللي كانت فيها الترقيه مفتوحه كما هو في قطاع الصحه وقطاع التعليم العالي والتكوين المهني وكذلك هذه القطاعات. سيستمر العمال بترقية على حسب النمط يعني القديم، يعني كل موظف يعني له الحقية في الترقية الاختيارية أو الترقية عن طريق الامتحان المهني سيتم ترقيتهم تدريجيا. هاد التوضيحات التي جاءت بها هذه التعليمه هي راح تسمح ب يعني الانقاص اذا صح التعبير من الاختلالات التي ممكن ان تقع في المستقبل بالنسبه لبعض الموظفين اللي هما في وضعيات مختلفه كما قلت. طيب هل هذه التعليمه فقط من شانها أن تمنع حدوث أي اختلالات في المستقبل أستاذ العياشي بن ميلي، ولكن ربما أيضا يعني قطع الطريق أمام العديد من الاختلالات والممارسات السلبية على الموظفين باعتبار أنه هذه التعليمة موحدة بالنسبة لكل الإدارات العمومية، إجراءات موحدة تطبق في كل المؤسسات؟ نعم، هي اصلا اظن انها العمليه داخله في اطار يعني الرقمنه بالنسبه كذلك الوظيفه العمومي بصفه عامه، لان التعليمات تنص على دروس اعداد جداول يعني بخصوص الترقيه على حسب جميع الاصناف واحصائها بدقه، وهذا ما يكون له يعني على حسب الاثر المالي بحيث يتم تحديده بدقه، وبالتالي لا تقع المؤسسات مستقبلا يعني مع ميزانيه 24 او 25 في اختلال المالي معين قد يمنع من إجراء هذه الترقية. كما حددت هذه التعليمة كذلك الإجراءات الواجب اتباعها فيما يخص يعني إجراء المسابقات وكذلك كيفية الترقية جميع الأصناف. كما تعلمين سيدتي أن يعني حتى بالنسبة للإدارة حتى بالنسبة للقطاعات التي كانت يعني غير معنية بالتشميد عدد المناصب التي كانت تفتح سنويا عدد هزيل جدا وقليل، وبالتالي حتى هذه التعليمه راهي سمحت بان كل اداره عندها مناصب يعني شاغره تبعا لتقاعد بعض العمال او التسريح او العزل او الوفاه، وبالتالي استغلال هذه المناصب الشاغره في ترقيه العمال الذين يمكنهم الاستفاده من هذه الترقيات. يعني هذه التوضيحات اللي جات في هذه التعليمه ستسمح يعني في المستقبل كما قلت بوضع خارطه طريق حتى بالنسبه للسنوات القادمه في عدم الوقوع في اختلالات من حيث عدد المناصب الماليه المفتوحه وكذلك ميزانيه التسيير فيما يخص المستخدمين. هذه التعليمه كذلك لها يعني نطاق ايجابي كبير بحيث ان جميع الجداول التي يتم تصنيف فيها المستخدمين سترسل الى الوظيفه العموميه، وبالتالي راح ينقص هناك التلاعب في بعض المناصب يعني بصفه عامه بالدرجه نقولوا راح تنقص شويه المعرفه والمحتوى بها. وهذا شيء جميل راح يسمح للموظفين باش يكون عنده استقرار في الوظيفه العموميه تاعو وفي المنصب تاعو، وراح يكون مطمئن انه عندما يصل الى سنوات الخبره الضروريه للحصول على ترقيه سوف يحصل عليها، وهذا يعني ما كنا احنا نتمناه. هناك بعض الاختلالات حقيقه يعني كما قلت في بعض القطاعات اللي هي مثلا اللي كانت الترقيه فيها غير مجمده كما قلنا قطاع الصحه والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، لان حتى المناصب اللي كانت تفتح في السنوات كانت مناصب قليله
والتعليمة هذه الجديدة نصت على ضرورة استغلال المناصب الشاغرة، وبالتالي يمكن السماح لأكبر عدد ممكن من العمال للحصول على ترقيتهم، وبالتالي تحسين يعني الأجور، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية، وهذا كله يعني في إطار يعني نظرة استشرافية للدولة الجزائرية وحتى تطبيق لبرنامج رئيس الجمهورية. نعم الزيادات الأخيرة هذه كانت إيجابية، وحتى الترقيات الحالية والتي سوف تكون ثاني في سنة 2024 و25 سوف يكون لها صدى إيجابي بالنسبة للعمال، ويعمل على استقرار قطاع الوظيفة العمومية. تبقى بعض النقائص، احنا كنقابات رانا في كل مرحلة نطبق سياسة خذ وطالب، وبالتالي ناخذ ما هو موجود حاليا ونطالب بتحسين الظروف تاع الموظف على جميع يعني في جميع القطاعات، ليس فقط من حيث يعني الترقية. هناك ثاني بعض القوانين التي سوف تصدر في القريب العاجل بالنسبة لبعض القطاعات مثل قطاع الصحة والتعليم، كذلك بعض قطاعات أخرى هي القوانين الأساسية، وكذلك النظم التعويضية، وهذا كذلك ما سيكون له أثر إيجابي من ناحية الأجور وتحسين القدرة الشرائية. وحتى ولو كانت يعني هناك بعض الملاحظات السلبية في بعض النقاط، إلى أننا نظن بأن الحكومة راح تستمع إلى النقابات، وبالتالي إحنا راح نقدم ملاحظاتنا حول بعض الأمور أو بعض النقائص، إلى أننا نثمن في كل مرة مثل هذه الإجراءات التي تسمح يعني بطريقة مباشرة بزيادة الأجور بالنسبة للموظفين، وكذلك العمل على استقرار قطاع الوظيفة العمومية الذي يعتبر هو الواجهة الحقيقية للدولة الجزائرية. شكرا جزيلا لك الأستاذ عياشي بن ميلي المكلف بالتكوين في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، نشكرك كنت معنا.